تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد الطفل نسيم مكافح أبو رومي فيما تواصل اعتقال المصاب الفتى حمود الشيخ من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. هذا وكانت شرطة الاحتلال قد أطلقت النار عليهما عند باب السلسلة. فضحية الاحتلال هذه المرة من الأطفال. والدة الشهيد منهارة ووالده اتهم الاحتلال بإعدام نجله. هم بإمكانهم يسيطروا عليه من الوهلة الأولى لأن جيش مدرب بيجي 7 جنود مدوا على الأرض وأطلقوا عليه النار عدة مرات. إعدام ميداني بيقوم فيه القوات الإسرائيلية لأطفالنا في داخل القدس. وحارسو المسجد الأقصى عمران الرجبي الذي أصيب خلال إطلاق النار على الطفلين بزعم الطعنة